نروح دلوقتي لجولة المحافظات اللي معانا فيها مجموعة من الأخبار الهامة اللي حصلت امبارح في المحافظات المتعددة، منها توفير 99.7% وده من الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في كل المحافظات، وكمان إنشاء شبكة الصرف الصحي بمنطقة علم الروم في مطروح بالإضافة لإجراء الكشف الطبي والعلاج المجاني ل 1623 مواطن في أسوان، وأخبار تانية من بني سويف والبحيرة. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، منها إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تلقى تقرير من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة حول تنفيذ التكليفات الخاصة بالمرحلة الجديدة من المبادرة. التقرير أوضح إنه تم الانتهاء من توفير 5015 قطعة أرض من إجمالي 5031 قطعة كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، وده بنسبة 99.7%، ومن بينها 390 قطعة جاري تسليمها بعد تحديد الصلاحية الفنية وإزالة بعض العوائق واستكمال الإجراءات القانونية. في البحيرة أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة عن إنقاذ أول مريض اشتباه بالسكتة الدماغية عن طريق حقنة TPA المذيبة للجلطات. مستشفى كفر الدوار العام استقبلت مريض عمره 60 سنة كان بيعاني من اضطراب في الكلام وضعف تام في الجزء الأيمن بيشمل الذراع والساق واضطراب في درجة الوعي، وعلى طول تم تشخيص الحالة وإنقاذ المريض عن طريق الحقنة المذيبة للجلطات. امبارح كمان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قال إن إجمالي عدد المترددين على مستشفيات جامعة بني سويف خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 536 ألف مواطن موزعين ما بين الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ والعمليات والاستقبال، وده طبعاً في إطار المنظومة العلاجية المتكاملة اللي بتقوم بها مستشفيات جامعة بني سويف لتقديم خدمتها لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة. وامبارح برضو وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استكمال أعمال مد شبكة الصرف الصحي بمنطقة علم الروم، وده في إطار توفير الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم مع الإسراع في إنهاء الأعمال وتسهيل حركة السير بالطريق. في أسوان كمان تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني بقرية الجعفرة بمركز درعو وكمان قرية الريدسية بمركز إدفو، وده ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية. وقال إنه تم إجراء الكشف الطبي على 1623 مواطن ومواطنة مجاناً وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، ده غير عمل التحاليل الطبية وصرف الأدوية المجانية.